اكتمل تجهيز الحظيرة الخاصة بتربية المواشي والدجاج، وحان موعد شراء ما يتطلبه المكان. تذوب المسافات أمام رغبة الفريق في مساعدة من كادت الفاقة أن تبتلع أعمارهن، وشخنا في بيوت من القش. هكذا يأخذ الفرح شكلاً آخر، فثمة بهجة يصعب وصفها. الحمد لله شعوري مبسوطة وفرحانة بهذا القلم، وجزاهم الله خير. ما كنا متوقعين إن من يوم من الأيام يكون هذا كمية معنا قلم. بعد اليوم إن شاء الله ما بنحتاج حد. بيتنا لحالنا.